بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المشاهدين الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونهديكم تحية طيبة وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامجكم قضية ساخنة. أحبتي، نتناول في هذه القضية الوطن السعودية، المملكة تقف مع صنعاء لإنهاء الحوثيين. دعونا نتابع هذا المحور من خلال ما يجري على الساحة اليمنية، من خلال اشتداد الصراع بين الحوثيين من جهة وبين الحكومة اليمنية بدعم من العربية السعودية. نتابع لكن بعد الفاصل، إذن تابعوا معي. مرحبا بكم من جديد أحبتي المشاهدين الأفاضل. كما ذكرنا قبل الفاصل، الوطن السعودية، المملكة تقف مع صنعاء لإنهاء الحوثيين، هذا ما أشارت إليه صاحبة الوطن السعودية. قبل أن نتابع هذا التقرير، دعونا نتعرف على ضيوفنا في هذه الحلقة. من لندن سوف يكون مع الدكتور حمزة الحسن، الباحث في مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية. من بغداد سوف يكون معي الأستاذ عباس الزيدي، الخبير الاستراتيجي في شؤون الشرق الأوسط. من دمشق معي ضيف آخر، هو الدكتور أحمد الحاج علي، الباحث والمحلل السياسي السوري، الذي ينضم إلي في نصف ساعة الأولى عبر الهاتف، ثم ينضم إلي بعد ذلك بالصوت والصورة. إذن دعونا نتابع ما يجري على الساحة اليمنية من خلال التقرير التالي، إذن نشاهد معا. يبدو أن الحادث الأمني الذي حصل يوم الثلاثاء في منطقة جبل الدخان على الحدود السعودية اليمنية، وقتل فيه ضابط أمن سعوديين وجرح عشرة آخرون، نقل الحديث عن التورط السعودي في الحرب اليمنية ضد الحوثيين من واقع الاتهامات إلى واقع الفعل. صحيح أن الحوثيين أعلنوا مرارا وتكرارا منذ بدء الحرب السادسة وحتى اللحظة عن هذا التورط، مرة بعرض أفلام عن مشاركة الطائرات السعودية في قصف المناطق الحوثية، ومرة بعرض الأسلحة السعودية المقدمة للجيش اليمني، وأخرى بزج قبائل سعودية إلى جانب القوات اليمنية. والسلطات السعودية تنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ولكن رغم هذا النفي كان بإمكان المحلل والمراقب أن يلمس هذا الدعم من خلال استنفار وسائل الإعلام السعودية إلى جانب النظام اليمني واستخدامها خطابا معاديا بشكل فظ ضد الحوثيين، ثم الزيارات المتبادلة للمسؤولين في الرياض وصنعاء، وإعلان بعض المسؤولين اليمنيين أن السعودية تدعمهم ضد الحوثيين، وإثارة ضجة إعلامية تشويهية ضد إيران بأنها تدعم الحوثيين، رغم النفي المتكرر للحوثيين لمثل هذا الدعم المزعوم. ويبدو أن السعودية أرادت أن تتخلى عن الدعم السري وتشارك مباشرة في المعارك إلى جانب الجيش اليمني بعدما يأست منه وأيقنت أنه ليس بمقدوره إنهاء الحوثيين. فحادث جبل الدخان سبقه استفزاز سعودي للحوثيين بإطلاق نار على مراكزهم في المناطق الحدودية بحسب رواية الحوثيين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وجرح آخرين، فرد الحوثيون على الاعتداء. واللافت أن الإعلام سلط الأضواء على رد الحوثيين وتغفل عملية الاستفزاز السعودية لكي يخلق أجواء إعلامية وسياسية مناسبة لإعلان السياسة السعودية الجديدة على ما يبدو، وهو الأمر الذي تؤشر إليه تطورات الأحداث بعد الحادث الأمني، حيث أقدمت السعودية على سحب قواتها العسكرية نحو الحدود لمقاتلة الحوثيين ومشاركة طائرات الأباتشي والمقاتلة بشكل صريح في قصف المواقع الحوثية وإخلاء المناطق الحدودية من سكانها وتعطيل المدارس، وكلها إجراءات تمهد للاستعداد لخوض الحرب، إجراءات اقترنت بخطاب إعلامي شديد اللهجة ضد الحوثيين. فصحيفة الوطن السعودية قالت في افتتاحيتها اليوم الخميس إن المملكة تقف إلى جانب صنعاء لإنهاء تمرد الحوثيين طالما أنهم بدأوا في العدوان عليها، فلن تقبل المملكة بوجود قوة معادية على حدودها. وأضافت الصحيفة المذكورة القول: لقد حسم الحوثيون الحرب ضدهم، ما اعتبره المراقبون أن السلطات السعودية كانت تنتظر مثل هذا الحادث لاتخاذ هذا القرار. فهل يعني ذلك أن الحرب اليمنية دخلت منعطفا جديدا؟
إذن بالفعل هذا ما نسأل عن الضيوف الأكارم، بداية مع ضيفنا من لندن الدكتور حمزة الحسن الباحث في مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية. إذن صحيفة الوطن السعودية أعلنت أن المملكة تقف مع حكومة صنعاء لإنهاء ما أسمته بتمرد الحوثيين، هل نحن إزاء منعطف جديد في المعارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أعتقد أن الحكومة السعودية لم تنفي مطلقا أنها لم تتدخل في المعارك، هي نفت شيء واحد في السابق وهو أنها لم تستخدم الطيران. هذه مسألة. أما اليوم فالحديث عن الطيران السعودي يعني صار معروفا في المنتديات السعودية، في التصريحات حتى العربية نفسها تحدثت عن الطيران السعودي يدخل المعارك، وأن الجيش السعودي وعدد من الألوية والمظليين من قاعدة خميس مشيط ومن قاعدة تبوك حولت إلى المناطق الحدودية. السعودية تريد أن تدخل المعارك، كانت لديها فرصة أن يعني الحادث الأمني الذي تحدثتم عنه. نعم. ولكن يبدو لي أن الحكومة السعودية رغم كل هذا تستشعر الخطر، أيضا تستشعر خطر من جهة أنه الجيش السعودي لأول مرة يدخل معارك، دائما يحارب بالنيابة. السعودية عمرها ما تحركت في حرب مباشرة، دائما تجعل المعركة في منطقة الخصم وتقوم وتدفع الآخرين كما فعلت مع اليمن، ولكنه لم ينتج شيئا. يعني كانت تريد من الجيش اليمني وكانت تريد من القبائل الموالية لها أن تقوم بالدور الذي تريده، ولكن هذا لم ينجح. الجيش اليمني ثبت أنه غير قادر على حسم المعركة، وأن علي عبد الله صالح تحديدا يعني أخطأ خطأ كبيرا حينما قبل بالدفعات السعودية والتحريض السعودي للقيام بعملية عسكرية هو غير قادر قطعا على إنهائها. الذي حدث الآن أن السعودية تورطت وتريد أن تشارك، هناك طرف يبدو في الحكم السعودي يريد المسارعة في هذه الحرب، ولكنه هناك من يحذر أنه استخدموا فقط الطيران، لا تتوغلوا في الأراضي اليمنية، لأن حرب العصابات لا تستطيع أن تحسموها لصالحكم. وأظن أن الذي حدث اليومين الماضيين يعني منذ يوم أمس، منذ فجر يوم أمس إلى اليوم، هو أن السعودية تهيئ لدخول كبير في منطقة الحوثيين، منطقة صعدة تحديدا. غني عن القول أن هذه القبائل نفسها الموجودة في شمال صعدة هي ذات القبائل التي كانت في يوم من الأيام أو بعضها على الأقل كانت تحارب إلى جنب السعودية في الستينات ضد النظام الجمهوري. في ذاك الوقت كانوا موحدين ومؤمنين، اليوم يتهموا بشتى الاتهامات، صفويين، روافض، مشركين، كفرة، هراطقة، وبألفاظ في الحقيقة مقززة سواء في الإعلام السعودي مجملا. نعم. لهذا يعني فقط لأنهم تحولوا إلى عداء للنظام القائم في اليمن، ولأن السعودية يعني إذا دكتور حمزة يعتمد على أشرت إلى قضية مشركين وكفرة وإعطاء الحرب صفة مذهبية. دكتور حمزة تقول بأن السعودية لم تحارب حتى الآن مباشرة من خلال جيشها، دائما هناك من يحارب عنها كما حدث في السابق، كما حدث أيضا مع نظام صدام حسين السابق، لكن هل هذا يعني أن السعودية أو الحكومة السعودية لم تحسب بدقة حين دخلت هذه الحرب، أم هي مضطرة للدخول هذه الحرب بعلنية رغم أنك قلت أنها لم تنفي أنها تدخلت لصالح الحكومة اليمنية؟ بالطبع هي تدخلها كان من أول يوم في تأجيج الحرب، في الدفع إليها، في تمويلها، في كل شيء. هي السعودية، اليمن حديقة السعودية الخلفية كما يقال، ومعروف هذا في السياسة. لكن أن تدخل مباشرة وبجيشها وتسحبه من الحدود مع إسرائيل من تبوك، وتأتي بالمظليين وتأتي بالطائرات وتقصف، هذا يعني أنك دخلت مباشرة في حرب. والآن هناك حديث في الإعلام السعودي على بمعنى وضع الحوثيين بين الكماشتين الجيش السعودي، والحقيقة أن بعض السعوديين جهلة، هم يعتقدون أن هذه الحرب نزهة مدتها ساعات، وهم لا يعلمون حقيقة أن الجيش السعودي هو جيش ضعيف رغم كل ما صرف عليه من أموال ومن مليارات هذه المرة. وإذا أرادوا التجربة وهم حقيقة يبدو أنهم جربوا، ولكنهم حقيقة سيخسرون. ولهذا هناك نصائح كثيرة، والحوثيون لم يكونوا يطلبوا من السعودية التدخل، أعطوا للحكومة اليمنية وللجيش اليمني فرصة الدخول والالتفاف عليهم من الأراضي السعودية، وهذا ليس جديدا. طيب. لكن هالسؤال، هل السعودية لم تحسبها؟ أنا أظن أنها لم تحسبها حتى الآن، ولهذا في ظني أن هذا التحشيد إذا قرر الجيش
الجناح المتشدد في العائلة المالكة الدخول في الحرب. يعني هل هذا يكفي دكتور حمزة؟ دكتور حمزة اسمح لي، الذين على الحدود تحديدا ومن خلال مراقبة اسمح لي، تتحدث عن جناح متشدد يعني دكتور حمزة، أرجو أن تبقى معي. يعني اسمح لي أسأل ضيفي من دمشق الدكتور أحمد الحاج علي الباحث والمحلل السياسي السوري. دكتور أحمد، يعني لم تحسب السعودية بدقة لهذه الحرب، هذا التدخل، لأنها ستفشل، لأن هناك جناح متشدد داخل العائلة الحاكمة. هل